انا ساكن في هذه المنطقه بالضبط، والمكان العمل ديالي هو انا خدام في هذا القهوه هذه اللي تسدات دابا، ومهنه ديالي هو سيرباي. فهمتي؟ وحنا عايشين هنايا مع منطقه مع السياح، نقدر نقول لك المغاربه والاجانب يعني على طول السنه. وريكا كما كتعرفوها معروفه يعني على الصعيد الوطني، ونقدر نقول على الصعيد يعني الدولي مثلا. ونقول لك واحد هضره اخرى، هو اوريكا متميزه بواحد، عندها واحد الامتيازات خاصه يعني، هي ديما عامره والناس ديالها ديما عايشين مع السياحه. ففي الشتوى كيكونوا مثلا السياح الاجانب كتخدم منطقه ديال اوكامدن، والناس اللي كتشتغل هنا مثلا فوق الشتوى كتطلع عاوتاني كتشتغل فوق مع الثلج، وفي الصيف عاوتاني كيشتغلوا مع السياح ديال يعني المغاربه. هادشي باش نتميز اوريكا. اوريكا بلا السياحه راه ما كايناش في الحقيقه، الحمد لله راه كاينه الطبيعه وكاين الماء وكاين كلشي، وانما نطلب الله تبارك وتعالى يرفع علينا هذا الوباء باش يعني توري يعني ترجع الدنيا كما كانت ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، والحمد لله السلطات قامين بالواجب حتى هما، والله ينصر صاحب الجلاله الله ينصرو. يعني المصدر ديال الرزق ديال اغلبيه الناس دابا تسد، والفلاحه نقدر نقول لك ماشي نقدر نقول لك كلشي، وانما اللي عنده يعني، والفلاحه ديال اوريكا راه ما كايناش، حيت انتم كتشوفوا الجبال والواد. اللي عنده شويه يعني شويه الناس كتغير شويه البطاطا وشويه مطيشه ونقول لك الفلاحه ديال اوريكا هو متميزه بشويه الزيتون وشويه البرقوق، هادشي اللي كاين. اما اوريكا المصدر ديالها الرزق ديالها هو السياحه، هي معتمده على السياحه 100%، اغلبيه الناس يعني خدامين مع السياحه كما قلت لك. اما من غير السياحه راه الناس جالسين، حيت انتم كتشوفوا دابا اوريكا راه كاينه الدور كيتكرا، وكاينين القهاوي مثلا خدامين، كاين اللوتيلات، كاينين بزاف يعني اللي ما عندوش كاع كيدير بليصات حدا الواد وكترزق فيهم. ودابا راه الغالب الله الحمد لله على كل حال. بيان سو يعني الناس ملتزمه بحجر الصحه ومتبعه يعني الوصيه ديال السلطات، والناس جالسين في ديورهم ما كيخرجوا الا للضروره في طبيعه الحال. اللي عنده شويه الفلاحه واللي عنده شويه الكسب، واللي ما عندوش راه جالس في دارو. بحال الناس دابا اللي فايتين خدامين في القهاوي وفي الوطريلات، دابا جالسين راه هما ملتزمين ديورهم، ما عندهم ما يديروا، جالسين وكيتسناو الله يفرج علينا وصافي. لا الحمد لله، اوريكا ما يعني الحمد لله ما عمرنا سمعنا بشي حاله. وكما قلت لكم راه يعني السلطات قامين بالواجب، ما كيخليوش الناس تجي باش تجيب الامراض ولا شي حاجه. الحمد لله انا الناس ديال المنطقه اللي كيدوروا في المنطقه صافي، هذا الشيء اللي كانوا الحمد لله ما يعني ما عندنا حتى شي حاله نهائيا. يعني كما تعرف المغرب كامل والعالم كامل، يعني الجائحه راه ضربه كل شيء خلاص. يعني الناس المنطقه يعني خدامين على السياحه، ماشي 50% ولا 70%، مي 100%، سواء السياحة الداخلية ولا السياحة الخارجية. يعني كما تعرف الجميع يعني منطقة أوريكا معروفة عالميا، يعني السياحة الأجنبية وحتى السياحة الداخلية. يعني وفاش تحبسات يعني المنفذ الأول والأخير هو الطريق. يعني فاش تسد الطريق يعني تسد يعني نقولوا هكا يعني تسد الرزق، يعني تسد البيبان. يعني هذا يعني تنفع المنطقة من جهة، ولكن منطقة مضرة من جهة بزاف. يعني اقتصاديا يعني الناس ما بقاش عندهم شي حاجة، ما بقاش عندهم شي دخول، لدرجة أنه الناس راجعين للبلادات. يعني داك الشيء اللي كان قبل، يعني الناس ولاو تيرجعوا يحفروا، ولاو الناس يخدموا في البلادات. يعني رجعوا الناس لداك الشيء القديم. يعني ذاك الرزق اللي كان سهل واحد الوقيته مؤخرا يعني ما بقاش. يعني الناس كانوا تيترزقوا في لي ريستورون، تيترزقوا في القهاوي، السياحه كاين اللي تيبيع شي حاجه، كاين اللي تيبيع مع السياحه الداخليه ولا السياحه الخارجيه، ذاك الشيء ما بقاش. يعني الناس مضرين بزاف خلاص، الناس محترمين. يعني اول حاجه هو ان المنطقه يعني شاسعه. يعني الا شفنا التوزيع ديال السكان في المنطقه، يعني اصلا راه حجر صحي، يعني ما محتاج الانسان كاع هذا. يعني الا شفنا هذا الكثافه السكانيه مع المنطقه، يعني ديجا راه ما يحتاج الانسان كاع هذا. ومع ذلك الانسان حيت دابا يعني كاين التواصل، يعني كاين التلفزه، كاين تبارك الله راه كاين الانترنت دابا وصلوا فين ما. يعني الناس راه تيسمعوا وعارفوا بالخطر ديال هذاك المرض وهذا، الناس كلهم خايفين واخا هكاك. يعني حتى ذوك التجمعات، يعني حتى ذوك الناس غير مجمعه بيناتها ما بقاش. يعني الناس محترمين مزيان،
وتا السلطات يعني تا من جهه من السلطات من جهه يعني تا بالنسبه لنا حنايا هنايا يعني كاينين جندرم يعني مره مره تدوز دوريه يعني ضروري يدوزوا يلقاو جوج الناس ثلاثه يقول لهم منوع التجمعات وهذا الشيء اللي كاين. خلاص المنطقه يعني ما سمعناش بشي حاله كاع يعني ما كاينش شي حاله يعني تا يعني اقرب مستشفى اللي هو نقولوا مستشفى اقليمي كينفتح النوت يعني بعيد علينا هنايا من هنا شي قول غاد ديال 35 40 كيلومتر تقريبا يعني كاين حالات تمايا مي حالات وفيده يعني ما خلاص الناس هنا ما شاهدتش حتى حاله ما مشد حتى حاله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.